السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أدميرال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم جميعا؟ ارتاح يا أدميرال، أنا اللي أكمل. تأخرنا عليكم وأعتذر منكم وأعتذر عن نيابة عن أدميرال في موضوع بلاع المزارع. طبعا نبتدي في أول حاجة في القلعة، للي يبغى يأسس يكون معاه بنك أو يكون معاه قلعة مزرعة أو قلعتين أو ثلاث وهكذا. الأول أنا أنصح في القلعة أن توصل ل 22 كمبتدئ، توصلها 22 وترفع معاها حقلين أو نوعين. النوع الأول المطلوب في البيع وعشان يجيك تسريعات وعشان تبيع للعالم، اللي هو الذهب، اللي هو مبنى العزب. ترفع مبنى العزب مع القلعة، قلعة خمسة، مبنى العزب جميع العزب خمسة، حتى تزيد معك الانتاجية. وفوق ذلك معاكم المخزن، المخزن ترفع معك، وراح يتطلب معاك يمكن البرج المراقبة انك ترفعها مع المخزن او الثكنة ترفعها من ما عندي اي مشكلة. الدفاع ما الدفاع، اتركوكم من الجنود، تدربون جنود، اتركوا هذا الشيء الحين منكم، حاولوا تركزون على العزب. الشيء الثاني اللي هو الحقول، والاهم حقول اللي هو الحجر. الاحجار مطلوبة سواء للبيع التحالف اللي بتحط في قلعتك، يعني ما بتجلس يعني في تحالف كذا مزرعة يعني ما بيستفيدون منك ولا راح تفيدهم، أكيد راح تفيدهم وتستفيد بنفس الوقت إنتاجية وهدايا، وتستفيد معاهم التحويل والسفينة ترفع تبادل معاهم. لو شفت إنه عندك أحجار وكمية أحجار توصل في اليوم الواحد مع الحقول، فزي ما قلنا الحجر والعزب هي المطلوبة. ندخل الشيء الثاني على بطل يسرعنا الإنشاء. طبعا البطل عندي موجود بس ما اهتميت فيه، لكن لو تبغى سرعة إنشاء اهتم في البرق القرمز. أنا بتكلم على بطال بدون شحن، موضوع كله ما نحاول نتدخل في أي شحن، إنتاج قلعة بدون شحن وإن شاء الله ترفعك للمليار في قلعتك الأساسية. حتى لو تبغى تبيع موارد من قلعة المزارع وتحب يرسلون لك على قلعتك الأساسية اللي بتحارب فيها وبتهتم فيها، حاول ان تقول له ارسل لي على القلعة قلعتي مثلا زهايمر، ارسل لي على قلعة زهايمر وعندي قلعة ثانية اسمها زهايمر 2، هذا زهايمر 2 راح تجيك وترسل لك الموارد، لكن الهدايا والتسريعات ترسلها على زهايمر الأساسية. فأنصحك تبتدي في تعزيز الإنشاء، عنده سرعة توصل 150 سرعة الإنشاء، حاول على البرق القرمز. الشيء الثاني عندك المخادع في سرعة البحث. البحث إيش يفيدنا؟ البحث بيفيدنا في المعهد، في المخازن، وسرعة جمع الحقول، وعندك الاقتصاد، سرعة الإنشاء، حصاد الأحجار، حصاد الأخشاب، حصاد تسريع التدريب عندكم في الاقتصاد، حصاد الموارد، هذا يفيدكم جميعا، يفيد بشكل كبير. وعندك شؤون الجيش في مخزن الأخشاب، مخزن المعدن، ومخزن الأخشاب والمعدن والأحجار والذهب، عندك تخزين الذهب وسعة المخبأ للجيش لو حاب إنه مثلا ترسل الجيش للحقول، يعني ما راح تترك الجيش يأكل الطعام عليك أو القمح. القمح شيء صعب، صعب جدا أصلا، صعب إنك تحافظ عليه، لو بتحافظ عليه يبغالك قلعة بدون جيش. فأنا ركز على خشب، حجر، معدن. أول ما ابتدي أنا أتكلم اليوم عن الأحجار، ونفس الطريقة سواء في الخشب سواء في المعدن. هذا في المعهد والأبطال اللي هم سرعة الإنشاء نقول البرق القرمزي، والمخادع في الأبحاث.
انتهينا من الشيء ذا، ندخل في الشيء الثالث. انتهينا من المعهد والاقتصاد وشؤون الجيش، ندخل على الشيء الثالث اللي هو المواهب. طبعا عندك المواهب تفيدك في انتاج الطعام، يعني مثلا المواهب نقدر نقول من كل نوع، مثلا نقول هذه نعطيها نوع نوع حتى تفك الصخور. الصخور نبتدي فيها بكم؟ فل، نعطيها فل. سرعة الإنشاء نفس الطريقة، نعطيها 5. إنتاج الخشب نعطيها 1-2 حتى تفك المعنى، تفك معنى هذا اللي تحت. كل ما فكت يكون معنى إنتاج الذهب هذا فل. فل أبدا ما نعطيها إنتاج ذهب وإنتاج حجر، نعطيها زي كذا. نوقف هنا نعطيها 5 أعتقد، 5 فكت معانا نعطيها فل. ننزل نفس الطريقة 5 حتى نوصل سرعة الإنتاج، نعطيها 5. هنا نعطيها إنتاج الخشب عشان نفك إنتاج الذهب، إنتاج الذهب فل 20%، كلها فل. ما نترك أي شيء البحث، نعطيه 5 وهنا نعطيها 5 وننزل إنتاج الطعام نعطيها 5 إجباري، نعطيها 5 نقاط. إنتاج الخشب 5 نقاط لازم حتى نفك، هنا 5 نقاط حتى نفك عفوا إنتاج الذهب الثالث، الثالث فل 50 نقطة يستاهل، ما عندي أي مشكلة. عندي إنتاج هنا وعطى 50، صارت المواهب عندي كلها إنتاج صخور مع شوي إنتاج خشب. نقدر نقول نعطيها 5 حتى نستفيد، والبحث عفوا نعطيه 5 نستفيد منه. وهنا فل، عندنا فل اللي هو إنتاج الذهب، إنتاج الطعام هنا فل، إنتاج الصخور الحديد عندنا 5 هنا فل. سرعة الإنشاء نستاهل نحطها كاملة عفوا، حتى وهنا البحث نعطيه، باقي لنا 13 نحطها في إنتاج الخشب، نقسمها بينهم 10 هنا 9 10 هنا نحطها 13 معنا كذا. أسسنا موهبة إنتاج، أغلبية إنتاج حجر وإنتاج ذهب، يختلف بعدها عندك الإنتاج، يصير معدل إنتاج. يعني بروح عندك تبين، تيجي تدخل على العدسة هذه والورق ذي، تدخل عندك وتشوف الأرض اللي عندك كيف إنتاجها. بيكون كذا انتهينا من الجزء الأول، وإن شاء الله راح يكون في جزء ثاني تكملة للقلاع المزرعة عفوا. لا تنسون يا إخوان من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وأيضا يا شباب توزيع المقطع ونشره على كل الجروبات والتحالفات العربية، سواء في اللاين في الواتساب أو وي جيمر. شكرا على متابعتكم، وانتظرونا قريبا الجزء الثاني. سلام.